السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برنامجنا وبرنامجكم نكهة خاصة بنرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج نكهة خاصة، ومعانا النهاردة دكتورة نفيسة أخصائية تغذية. مرحب بك يا دكتورة. مرحب بك يا شيف، ومساء الخير على كل مشاهدين نكهة خاصة. إن شاء الله ليلة في يوم جديد ومع أطباق جديدة، نتمنى كلكم تكونوا متابعين لنا، ودائما ما تنسوا أنكم تتواصلوا معنا، الأرقام بتكون ظاهرة لكم أسفل الشاشة عن أي استفسار عن الأطباق الغذائية، الأطباق بتاعتنا، البيت المكونات الغذائية حقتها، أو حاجة فاتت ليها زول ما تابع معنا مبارح حلقتنا حقت مبارح أو حلقة قبلها حقت الفطاير. نتمنى كل ليلة مع إن شاء الله مع أطباق تتواصلوا معنا، يا إما على التليفون الظاهر لكم ولا على الفيسبوك سوداني 24.tv. ان شاء الله اللي هنكون عندنا شيء دكتور. النهارده طبعا عاملين لهم طاجن بتاع بطاطس مع السجق، حبينا نغير شويه، وعملنا مع بعض شاورما مع سلطه الحمص والطحينه، ازاي بتقدم مع بعض كطبق، طبق عربي طبعا معروف، وهنعمل سلطه الطحينه مدخنه، وهنعمل مع بعض عصير موز بالشوفان والموز. تمام. احنا عندنا اول طبق نبتدي فيه النهارده طاجن البطاطس مع السجق، هنشوف مع بعض المكونات ونرجع نعمل مع بعض الطاجن. رجعنا مع بعض عشان نعمل مع بعض طاجن البطاطس مع السجق. هننزل بالمادة الدهنية الأول، تكوني طبعا مقطعة البطاطس بتاعتك حلقات خفيفة كده عشان تستوي معاك بسرعة، تبقى سهلة بالشكل ده كده. برضه يا شيف نذكر مشاهدين انه ما ينسوا يتواصلوا معانا، دايما الأرقام بتكون ظاهرة لكم أسفل الشاشة عن أي استفسار عن حلقتنا حلقة الليلة، ولي حاجة برضو شيف عملها لنا في حلقات سابقة ما تنسوا أنكم تتواصلوا معنا إن شاء الله. دكتور هننزل أول حاجة بالبصل هنا كده، ده هناخد معاه نكون مجهزين حلتين مثلا أو طبقتين عندك، هننزل فيها البصل والثوم مع بعض، وبعد كده ننزل بالتاني بالسجق. في ناس بتحب السجق الأول عشان ما يبقى زفر معاهم ما يتقطع معاهم، لو هما بيحبوا يقطعوه قطع صغيرة بينزلوه في مياه سخنة وبعدين يطلعوه، يعني مجرد ما تنزليه عشان ما يفقد القيمة الغذائية بتاعته، بس ننزله زي بنقفل، زي احنا قلنا كده بنقفل المسام بتاعته بس عشان يطلع معاك. وفي ممكن تسخني الزيت وتنزليه في زيت سخن شوية بتقفلي برضو المسام بتاعته، زي ما احنا بنعملها دايما في الستيك والحاجات دي. فقلنا اللحمة دايما بتخاف، يعني لما بتنزليها في حاجة سخنة بتقفل المسام بتاعتها من بره. تمام. هننزل كده هنا بالسجق، قطعه قطع مناسبة كده مع حجم البطاطس، ننزل هنا بالثوم معاها، طبعا شفنا انه السجق من انواع اللحوم اللي هي بتكون محتوية عن نسبة عالية من كمية الدهون، زي احنا عايزين نخفف الوجبه بتاعتنا تكون كميه الدهون بتاعتها قليله، ممكن نستخدم بدل ما يا اما نعمل السجق في البيتي ان احنا نكون ضامنين انه اللحمه احنا جبناها اللحمه المفرومه مخليه تماما من الدهون الموجوده فيها، لحمه العجالة زي ما اقول لكم، انها تكون مخليه من الدهون وتتفرم احنا نعمل السجق بطريقتنا، نكون ضامنين كميه الدهون بسيطه، او انه نغير السجق كله بان يا نعمل فراخ او نعمل معاه اللحمه العاديه العجالة انها تكون مخليه من الدهون مع الطاجن حق البطاطس. ان شاء الله يا دكتوره. نزلها حته زبده كده او سمنه معاكي عشان تنكهي طبعا طعم السجق. ننزل بالبصل والثوم كده يتبلوا، احنا طبعا بنحب نعملها دايما ني في ني، يعني ما ممكن ما تعملهاش بالصلصه والحاجات دي، لو انت بتحبي تحطي فيها شرايح طماطم فلفل مفيش مشكله، بس قطعيها شرايح عشان ما تبقى متسبكه معاكي يعني في النار. تمام. ننزل هنا بشويه فلفل كده صغيرين، طبعا كل ما يكون فيها خضار يا شيف بيكون كميه الفيتامينات اكثر. طبعا يا دكتور انا دايما بنصح بالخضار بالذات مع اصناف اللحوم عشان حاجه بتاكل مع بعض. تمام. تمام. ننزل كده بالطماطم، وزي ما انت قلت عشان تكون هي كلها تكون يعني ما تفقد القيمه الغذائيه بتاعتها، احنا كل ما كنتها قريب انها هي استوت، يعني استوى لنا
تكون البطاطس مستويه يا شيف، بدل نحط الخضار في النهايه بتكون برضو كده القيمه الغذائيه حافظنا عليها اكثر من ان احنا نخليه خضار طبيخ يكون مسبك، تكون القيمه الغذائيه بتاعتها احنا فقدناها ان شاء الله. نبتدي بقى ننزل نطعم. نلاحظ ان السجق دايما اللي احنا بنعمله في البيت او بنجيبه جاهز بيكون من جهه مضمونه طبعا، ان احنا بيكون مطعم فيه ملح وفلفل والحاجات البهارات بتاعته، فانا ما بزودش في بقيه الاصناف اللي انا بحط عليها غير كميه بسيطه جدا من البهارات عشان يبقى الطعم مناسب مع بعض. تمام، كميه الملح المناسبه، حط عليها شويه بابريكا او شطه كده صغيرين بتديك لون احمر شويه، وزي ما اتفقنا بتحافظ على نوع اللحوم، دايما بحب استعمل البابريكا عشان بتحافظ على لون اللحمه. نبتدي نقلبها كده كويس. ممكن بعد كده ننزل بالبطاطس نخليها تستوي، زي ما شايفين السجق بيبتدي يتحمر، لو انت بتحبيه تنزليه بالشكل ده كده. تمام، ننزل بالبطاطس الكميه المناسبه على حسب حجم الطاجن. دايما يا شيف دايما البطاطس من انواع الخضار احنا كل ما نعمل على كميه قد افراد الاسره بيكون احسن من ان احنا نخزنه في البيت. كل انواع الطبايخ تحديدا يعني انه احنا كل ما نعمل قد الافراد حقت الاسره بتكون احسن لينا، كده بنتاكد انه الناس اخذوا الكميه بتاعتهم واحنا ما نخزن نكون فقدنا القيمه الغذائيه حقت الطبيخ بتاعنا، بيكون بس الكميه حنستهلكها في خلال اليوم ان شاء الله. يا دكتوره احنا عاوزينها تستوي شويه على النار. في ناس طبعا بتحب تعمل بطاطس تحمرها نص تحميره وتطلعها، انا هنا بحب اعمل حاجه نص تسويه، يعني بتبقى مستويه كلها مع بعض عشان نستفاد بقيمه غذائيه على ما يبقاش فيها كميه دهون كتيره او زيوت، ان احنا السجق اساسا بينزل ماده دهنيه واحنا بنضيف ماده دهنيه مع البصل والخضار والثوم والحاجات دي، فاحنا ايه بنقلب ده كله مع بعض، فمش عاوزين ماده دهنيه تزيد. في ناس بتحبها متحمره بس صفيها كويس من الزيت او اعمليها محمره في الفرن. تمام. طيب يا شيف بالنسبه للبطاطس من ناحيه القيمه الغذائيه بتاعته البطاطس كخضار احنا دايما بننصح بيه، يعني للمكون احنا عندنا مثلا بنستخدم عده استخدامات، اول شيء من الاطفال، الاطفال احنا ممكن نستخدم البطاطس تحديدا في الاطفال احنا دوبك عايزين نبدا لهم الوجبات، احنا ممكن نستخدم البطاطس يكون مسلوق، لما يكون مسلوق معه الجزر ويكون معه الكوسه ممكن نبدا بيه الاطفال بعد عمر 6 شهور، تكون شوربه نسلقهم ومن غير اي بهارات من غير اي كميه بتاعت دهون من غير اي كميه بتاعت املاح، ننفض فيهم ملح. طيب الناس برضو كبار السن هم بيعانوا يكونوا ما عندهم الاسنان، لهم برضو الشوربه بتاعت الخضار فيها البطاطس فيها الكوسه فيها الجزر لم تحتوي نسبه عاليه من البوتاسيوم نسبه عاليه من الفوسفورس نسبه عاليه من الكالسيوم، برضو فيها كميه عاليه من الالياف، دي كلها يعني عناصر بتحتاج لها الجسم في المراحل بتاعت انه الناس الكبار السن وفي الاطفال يدور في المرحله بتاعت النمو. بالنسبه للناس اللي هم بيعانوا من مشاكل كده احنا بنقول لهم البطاطس احنا عايزين نستخدم البطاطس اللي بتحتوي نسبه عاليه من الفوسفورس ومن الكالسيوم ومن البوتاسيوم، بنقوم نشيل البطاطس بنسلقه اول للمرحله الاولى، احنا بنسلق البطاطس وبنغير المويه بتاعته ممكن بعد ذاك احنا نستخدمه في التطبيخ بتاعنا، يعني نسلق بعد ذاك يكون خلاص كده استوى، حيكون بعد ما عملنا احنا الدمعه بتاعتنا سواء انه كان اي نوع من انواع اللحوم بعد ما تستوي حنحط البطاطس حيه بسيطه بعد ذاك حنطفي عليه النار. حتى في الشوربه بتاعت الخضار انا زول مثلا كبير في السن هو بيعاني من مشاكل في الكلى بيعاني انه هو البوتاسيوم بتاعه مرتفع، نقول له ممكن نستخدم شوربه الخضار عاد جدا ان احنا نسلق المره الاولى الخضار البطاطس والجزر والكوسه بنغير المويه بتاعتهم وبنيجي نستخدمهم ثاني بكل كده استغنينا عن كميه البوتاسيوم والكميه بتاعته المرتفعه. بالنسبه لك الوجبه عامه الكميه الدهون بتاعتها اول حاجه هي بتحت السجوق طبعا نسبه عاليه من الدهون زي ما قلت لكم الناس اللي بتعاني مشاكل القلب الناس اللي بتعاني من مشاكل الكوليسترول طوال احنا حنغير السجوق بالفراخ او نغيره بالسمك الحاجه اللي احنا بتكون متوفر عندنا او يكون انه مثلا يكون بطاطس بخضار ممكن من الناس النباتيين صح يا شيف صح ممكن طبعا. يكون خضار طبيعي من غير اي نوع من انواع اللحوم برضه فيه قيمه غذائيه عاليه فنغيرناها بنوع ثاني بتاع اللحوم برضه فيه البروتين اللي احنا محتاجينه فوق الفوسفورس وفوق البوتاسيوم اللي احنا محتاجين لها في الوجبه بتاعتنا. طبعا دكتوره زي ما اتفقنا عشان حطينا البطاطس طبعا نضيف لها شويه ملح صغيرين يكونوا مبهرين كويس جدا الحاجات ديت مع طعم السجق بتبان لها ريحه خاصه. طبعا احنا في الاخر في النهايه نعملها زي المكرونه البشاميل ونحط عليها بقى شويه جبنه فوق تطلع معاكي زي الطاجن فعلا بتقطعيها وتبقى جميله جدا معاكي. تمام بنحاول نسيب البطاطس فتره كده صغيره لو حسيتوا ان مرحله البطاطس بدات تخش في مرحله التسويه فبتكوني مقطعاها شرايح رفيعه جدا عشان تسوي معاكي لان السجق طبعا ما بياخد وقت على النار وانت مدياله نص تسويه فبالتالي لازم تخلي البطاطس برده نص تسويه معاك عشان لما يستوي في الفرن ما ياخدش معاكي وقت طويل. تمام طبعا يا شيف هسي البطاطس وبرده السجق وحنخد فيه الجبنه دي يعتبر من الوجبات اللي بتكون عاليه السعرات الحراريه للناس اللي هي حابه
تزيد وزنها ممكن تكون دي واحده من الوجبات اللي هي ممكن تساعدنا في زياده الوزن. حتى للناس الرياضيين بما ان هي فيها كميه بتاعت سعرات حراريه وكميه بتاعت بروتين برضه بتكون من الوجبات المحبذه جدا، لكن مش مع كبار الرياضه لا، بعد الرياضه بتكون بثلاث ساعات كده. احنا عملنا طبقه من البطاطس وطبقه من السجق، ممكن تلخبطيهم برضو مع بعض مفيش مشكله، بس طبعا انا بفضل الحاجه ديت عشان الناس تعرف تلاقي طبقه البطاطس فوق وتحت. تمام، نبتدي نضيف بقيه البطاطس كده بالشكل ده. معانا تليفون ام مودة. الو السلام عليكم. عليكم السلام. اهلين ست الكل. تسلم الحمد لله. الله يخليك، اتفضلي. عليكم السلام يا مرحب. الله يخليك، تسلمي يا رب. الحمد لله. الله يبارك فيك. الله يسلمك يا ام مودة، تفضلي. اهلا والله سعيدة ببرنامجكم الليلة. تسلمي يا رب. الله يخليك. نزلنا سعيدين باتصالك. الحمد لله، كيف بتكون؟ الحمد لله، كيف انت اخبارك؟ والله الحمد لله. يا اخي بسألك سؤال، انت بنتي مودة دي تفضلي طوالي. اي مودة دي صحتها ضعيفة يعني بنيتها ضعيفة. ايوه عم تلا وزني ولقيت وزنها كلها 17 كيلو. هي كم عمرها هاي مودة؟ والله عمرها 6 سنة. طيب كيف بتعاني من اي مشكله؟ بتعاني من اي مرض؟ والله انا دلها فحش ما زحرت لا اي مرض، لكن بس حركتها زايده شديد. حركتها زايده، تمام. طيب عندها انيميا؟ عندها انيميا؟ بتعاني من انيميا؟ لا لا. طيب. لا لا. طيب يلا في حاجه دي انت ما بتخافي. طيب احنا اهم حاجه ان في الطفل في الطفل انه هو ما يكون يعاني من مرض جسمي، بما انه هو ما بيعاني من اي مرض، دمه كويس ما فيه اي مشكله، تعرضيه على الطبيب قال لك ما عنده اي حاجه بعاني منها. دائما الاطفال في مرحله النمو طالما انه هم بياكلوا كويس ما عندهم مرض ما عندهم انيميا ما بنكون خايفين عليهم، بس الحركه الزايده هي اللي بتخلي انه يعني ان هي ما تزيد وزنها. احنا ما بنحبذ الجسم الوزن اللي بيكون زايد، اهم حاجه يا مودة ان هي تكون هي صحتها كويسه وماشيه في النمو الكويس، لكن ما السمن ما منه فايده، بس ان انت الوجبات اللي بتديها لا تتاكد انها هي تكون وجبات متكامله فيها البروتين كافي فيها الفيتامينات العصاير تركز عليها، وتركز على انها هي اي حاجه بتاخذها بتاكلها كامله، يعني ما تكون بس عباره عن الشوكولاتات والحلاوه وكده لا، وما تفكري انك يعني تزيدي لها وزنها. ممكن تحلي الاكلات اللي ممكن تديها عشان تزيد لها. انا ما دايرك تزيدي لها وزنها، انا اهم حاجه انها هي تكون ما بتعاني من اي مرض، ما يكون دمها ما ناقص، ويكون تركيزها كويس، خلاص ثاني ما عندنا اي مشكله. طيب الو ان شاء الله سمعتني يا مودة؟ بس بنيتها ضعيفه يعني ما بتقدر تستعمل اي حاجه، يعني اقل حاجه كده بتتعب بتتعب. طيب انت الوجبات اللي بتعمليها ليها بتاكلها ولا ما بتحسي ان هي ما بتاكل زي اخوانها مثلا؟ والله اكيد بتاكل لكن ما بتقدر يعني. طيب انت بنيتها ضعيفه شديد. طيب بما ان هي اقل حاجه بتتعب برضه عرضيها على الطبيب، واحنا بنقول لك ان هي عشان البنيه بتاعتها ما تتعب ركز لها دائما على الفواكه والخضار. طيب يا مودة؟ نعم خلاص. الو مودة؟ ايوه نعم معاكي. طيب ركز لها دايما على الفواكه والخضروات لان هي بتدينا الفيتامينات وبتدينا الطاقه والكميه بتاعت البروتين هي بتساعدنا على انها هي جسمها ينمو وبتكون بتملينا الخلايا بتاعتها. طيب البروتين اللي بيكون متوسل في جميع انواع اللحوم والبقوليات واللبن ومنتجاته. طيب يا مودة اتمنى تكون سمعتنا يا دكتوره، اتمنى انها تكون سمعت النصائح بتاعت حضرتك. اعملي لها كده يا مودة، اعملي لها اديها كميه بتاعت بروتين كافيه، وقبل كده برضو عرضيها على الطبيب انه يكون ما بتعاني من اي حاجه، وان شاء الله ربنا يديها صحه والعافيه. شكرا لك على اتصالك. ربنا يعافيها ان شاء الله ويديها لها باحسن صحه ان شاء الله يا رب. طيب احنا دلوقتي خلصنا مع بعض الطاجن، وزي ما اتفقنا حطينا طبقه بطاطس طبقه سجق طبقه البطاطس الثانيه، وعملنا مع بعض اذا كان عندك جبنه شيدر جبنه رومي جبنه موزاريلا ترشيها عليها كده فوق، وبعدين تبتدي تدخليها الفرن. تمام. لو انت حسيتي ان البطاطس حطيتيها نيه شويه ما استوت كويس معاكي، ضيفي لها نص كوبايه ميه عشان تتبخر معاكي تستوي معاكي البطاطس بسرعه. تمام. وبرضه احنا لو حابين انه نقلل كميه الدهون في الوجبه بتاعتنا من الاول، احنا ممكن نعملها في الفرن بدل ما نعمل السجق، نعمل تكون نوع من انواع يا اما السمك يا اما الفراخ، وتكون من غير الجلد بتاعه، بتكون برضه كميه الدسم قليله.
شاء الله يا دكتوره. طب احنا عندنا طبق تاني عاوزين نجهزه مع بعض برضو، عاوزين نعمل طبق شاورما اللحم مع سلطه الحمص بالطحينه. عاوزين نشوف مع بعض المكونات ونرجع مع بعض مره تانية. رجعنا مع بعض مره تانية في برنامجنا وبرنامجكم نكهه خاصه، وزي ما شفنا مع بعض قبل الفاصل احنا هنعمل الشاورما اللحم، بس ازاي هنعملها مع النار؟ هنطلع فاصل ونرجع لحضراتكم مره تانية، انتظرونا. رجعنا مع بعض مره تانية في برنامجنا وبرنامجكم نكهه خاصه، وهنشوف مع بعض دلوقتي ازاي نعمل مع بعض الشاورما. الشاورما احنا بنعملها بالطريقه ديت عشان احنا بنقدمها مع طبق سلطه الحمص مع الطحينه. فاحنا بنسخن الزيت جامد جدا. دايما حاولي لما تكوني بتعملي حته لحمه هتاخديها مباشر على طول من غير ما تضيفي لها اي ميه، هتستعمليها على طول من نفس المكان اللي بتشتغلي فيه، اذا كنت بتعمليها سوتيه، تعمليها في الدقيق، تعمليها بكاتا، تعمليها اي شكل كان. حاولي تسخني الزيت كويس جدا عشان تقفلي المسام بسرعه بتاعت اللحمه، ما تفقد الماده اللي فيها الميه جوه عشان ما تنشف منك الانسجه بتاعت اللحمه. وزي ما قلنا قبل كده قطعه اللحمه حاولي تقطعيها عكس الانسجه عشان تستوي معاكي بسرعه. في ناس بتقول لك قطعه اللحمه بتاخد مني وقت كبير جدا في النار، فانت تشوفي الخيوط بتاعت او الانسجه ماشيه ازاي بتاعت اللحمه وتقطعيها العكس عشان تستوي معاكي بسرعه، يعني بدل ما تاخد معاكي ساعه هتاخد معاكي بالظبط 20 25 دقيقه بالكتير. تمام، هنبتدي ننزل كده بالثوم عشان ناخد نكهته الاول في الزيت، بعد كده ناخد اللحمه شايفين هو الصوت بتاعها ده هو اللي بيقفل المسام بتاعت اللحمه بسرعه. لازم تكوني مسخناها كويس جدا، طبعا تكوني حذره برضه عشان الزيت ما يجي على ايديكي. ده هم حاجه كمان. اه طبعا يا دكتور، عشان الناس ما تكره المطبخ كده بالشكل ده. شايفين بتغير لونها بسرعه جدا اول ما بتنزليها في الزيت سخن. كل ما بيكون الطوه بتاعتك سخنه كل ما بتقفلي المسام بتاعتها وبتحافظي ما بتنزلش المايه بتاعتها. تمام. طبعا زي ما قلنا اسهل قطعه لحمه ممكن تعملي منها هي قطعه الفليتو، اللي هي تعتبر اضعف منطقه في اللحوم، بتستوي بسرعه يعني انسجتها بسيطه وهشه جدا. برضه هي شيف برضه من غير زي ما هي هشه، هي احسن انواع اللحمه بتكون كميه الدهون بتاعتها بسيطه جدا. احنا دايما بنوصي بيها الناس اللي بتعاني من مشاكل الغد والكوليسترول، والناس اللي بتعاني ان هي يعني دايره كميه بتاعه الدهون بسيطه، ناس السكري برضه، والناس اللي حابه تنزل وزنها، لانه كميه الدهون الموجوده فيها بسيطه جدا. لكن احنا برضه قبل ما ناخذها او نستخدمها في طبيخ او في اي نوع من انواع طبخاتنا لازم نخلي منها تماما اي دهون موجوده فيها. تمام دكتوره كده خلاص خدنا القفله بتاعت المسام، بقى نبتدي ننزل بالخضار بتاعنا. الناس اللي بتحب الشطه طبعا نضيف لها ولون كده بتاعت شطه سليمه عشان لو حبيتي تشيليها بعدين، هي بس تاخد النكهه مع اللحمه. وننزل بالبصل شرايح رفيعه جدا عشان نضيع طعمها طبعا مع الشاورما. نقلبها شويه كده. في ناس طبعا بتحب تضيف طماطم مع الطبق ده، بفضل ان هم ما بيحطوش طماطم لان الخضار هينزل كميه ميه برده، فاحنا مش عايزين كميه الميه كبيره وتسيبها تنشف ريحتها في النار عشان احنا هنضيفها مع سلطه الحمص والطحينه. لازم تكون حاجه سلسه شويه معاها، ما يكونش فيها صوص كتير. تمام تمام، هنبتدي نقلبها كده. بعد كده ننزل بقى بالبهارات، كزبره، فلفل اسود،
ملح نبتدي شويه بابريكا صغيرين زي ما قلنا عشان نحافظ نديها اللون الاحمر شويه او شويه كركم اللي عندك شويه جنزبيل من الحاجات المهمه جدا طبعا في الشاورما وشويه قرفه صغيرين عشان ما نغير اللون بتاعها تمام دي كده البهارات في ناس بتحب طبعا الشطه البودره دي حاجه بس احنا طبعا عوضناها بالشطه الخضراء لو متوفره عندك ما متوفره تحط الشطه البودره تمام كده نقلبها كويس جدا بعد كده نضيف الفلفل بتاعنا طول ما انت مقطعه اللحمه قطع صغيره بتستوي معاك بسرعه يعني تقطعيها شرايح رفيعه جدا بعد كده تقطعي برضو الفلفل اذا كان عندك اخضر احمر اصفر اي شكل عندك ومعاهم مثلا عود بقدونس عود كزبره خضراء عندك كرفس كل الحاجات دي بتديكي نكهات حلوه وريحه حلوه وانت بتطبخي كمان تمام بعدين اهم حاجه يا شيف انه الشطه الخضراء من انواع يعني احسن زي ما بنقول من الشطه الحمراء ان هي فوق بنسبه عاليه من فيتامين الف طبعا كده ونسيبها بقى تستوي شويه كده على النار ونكون نشرح مع بعض سلطه الحمص سلطه الحمص طبعا احنا عملناها كتير معاكم احنا قلنا بنسلق الحمص او بننقعه قبل الحمص قبلها بيوم مثلا او قبلها اقل حاجه ب 8 ساعات تنقعيه في ميه وتغيري له الميه مره واتنين عشان تشيل بره طبعا بيبقى فيه نسبه تراب كتيره يا دكتوره بعد كده تنزليه في ميه سخنه معاها معلقه ملح وتخليه يغلي كويس جدا الميه تغلي كويس قبل ما تنزلي بالحمص عشان ما يقشر معاكي في ناس كتير بتشتكي ان الحمص بيقشر معاها في النار فانت عشان ما يقشرش معاكي خلي الميه سخنه جدا وتغلي زي ما اكنك بتسلقي مكرونه بالظبط وبعدين تنزلي بيها ومعاها معلقه ملح تغيري لها الميه وتغسليها كويس جدا تبردي عليه وتسيبيه يبرد تديله شويه زيت صغيرين عشان لون الحمص ما يغير بعد كده تضيفي عليها الطحينه طبعا اللي انت عاملاها طبعا بالملح والثوم والفلفل احنا هنعمل مع بعض سلطه الطحينه برده دلوقتي فبتاخدي منها جزء تعمليها مع الحمص وتضربيها كويس في الرحايه والخلاط بتاعك تضربيها كويس جدا لحد ما تبقى ناعمه بالشكل اللي احنا شايفينه ده وحاولي الحمص بيكون سمكته اتقل شويه من الطحينه يعني انت بتكون عشان الحمص تقيل طبعا تمام بيبقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده ده اللي هنقدمه مع طبق الشاورما هنخليه دلوقتي معانا طيب ممكن شوف. نعمل مع بعض سلطه الطحينه المدخنه بس نشوف الدكتور الاول عاوز تقول لي حاجه عايز اقول لك يا شيف بالنسبه للقيمه الغذائيه بتاعت الشاورما بتاعنا بتاع طبق شاورما بما ان احنا من اول استخدمنا اللحمه بتاعت الفليتو وهي مخليه من الدهون معناتها كميه الدهون بتاعتنا ما بتكون كثيره والحقيقه الثانيه استفدنا ان حطينا فيها كميه بتاعت خضار يعني الفلفل الاخضر بجميع انواعه بيحتوي لنا على نسبه عاليه من فيتامين سي اللي احنا محتاجينه دايما عشان نغينا من الامراض ودي لنا جهاز المناعي بتاعنا البصل برضه بيفيدنا جدا بزياده الفيتامين سي وبرضه من الحاجات مضادات الاكسده خدينا برضه فيها الشطه الخضراء فيتامين الف برضه انواع البهارات احنا استخدمناها فيها دايما الشاورما احنا كل ما ست البيت تعملها في البيت بتكون ضامنه اللحوم اللي احنا عملناها فيها كميه الدهون المعموله الاطفال ذاتهم تحديدا في المرحله دي ان هم دارين حاجه تجيبوها من برا جاهزه لا انت تعود انك تعمليها في البيت وبحياه كلها مكونات بسيطه ممكن تكون بسيطه جدا مع السلطه اللي استعملناها شيف محمد تتعامل سندوتشات ممكن تكون الصباح هم ماشيين جايين من المدرسه في المرحله بتاعت المذاكره بتاعتهم من الحياه اللي ممكن تكون خفيفه وفي نفس الوقت صحيه الطبق بتاعنا منه نسبه عاليه من البروتين برضه نسبه عاليه من الفيتامينات والطحينه برضه بتحتوي لنا على نسبه عاليه من الحديد اللي ممكن يكون يستفيد منها جسم الناس اللي بتعاني لنا من الانيميا ان شاء الله يا دكتور معلومات جميله ما شاء الله يا ريت بس الناس تستفيد منها تستفيد منها يا شيخ احنا هنعمل دلوقتي مع بعض سلطه الطحينه المدخنه في طبعا انواع كثيره جدا من سلطه الطحينه في منها بتحط عليها الشمار الاخضر دي بتبقى نوع ممكن نستخدمه اكتر شيء ممكن بيكون مع المشويات والاسماك زي ما اتفقنا انت ممكن تعملي سلطه الطحينه ثوم خل ملح ليمون شويه شمار شطه وعصير ليمون طبعا مهم جدا وتضيفيه زيت الزيتون وتقلبيها كويس جدا وبعد كده تحطيها في الاطباق بتاعتك بس قبل ما تحطيها في الكوره اللي انت بتعملي فيها السلطه نفسها بتجيبي قطعه فحم مع شويه زيت صغيرين وتقفلي عليها اهم حاجه الكتمه دي هي بتديكي طعم الدخان اللي احنا بنحسه في الطحينه احنا عملناها طبعا كتير مع المشويات بس احنا عاوزينكم برضو تشوفوها النهارده احنا طبعا مش هنعملها بالدخان طبعا النهارده بس هنوريكم الفكره ازاي تعملي سلطه الطحينه الصح هنشوف مع بعض المكونات ونرجع مع بعض مره ثانيه We'll be right back.
جهز يعني. ورجعنا مع بعض مره تاني وهنعمل دلوقتي سلطه الطحينه. قلنا عاوزينها تطلع ناعمه وحلوه، هنعمل معاها الزبادي. تمام تمام. عاوزاها برضو ما عندك زبادي في البيت، بتدفي شويه ميه صغيرين جدا عشان تحل معاك الطحينه. الناس بتشتكي ان هي بتطلع مخرزه منها برضو، فاحنا عاوزينك تعملي بشويه ميه دافيه بس ما تبقى سخنه جدا عشان ما تغمق لك لون الطحينه. او لو عندك زبادي بيكون افضل، بيطلعها معاكي ناعمه وفي نفس الوقت بتزيد القيمه الغذائيه بتاعتها. طيب يا شيخ، في ناس بيعملوها بالمويه البارده او تريت؟ ممكن بالمويه البارده يا دكتوره، بس طبعا لما تكون الطحينه معاكي لونها غامق او ما تكون في خام ناعم، يعني في خام جاي لك في المعلبات بيبقى ناعم شويه. احنا علمناكم طبعا ازاي تعملوا الطحينه في البيت. انت لو عاملاها في البيت مع طالعه من الخلاط بتعمليها على طول مع الميه ممكن تحل معاكي بسرعه، لكن في بتبقى الناس حطاها في الثلاجه فبتبقى جامده معاها ما بتقدر تحلها. فعشان كده انا بقول لها دايما استعملي شويه ميه دافيه صغيرين جدا لو انت حاسه ان هي جامده معاكي، لكن لو سايله زي دي مش محتاجه طبعا. تمام كده بالشكل ده نبتدي نقلبها كده مع الزبادي، نبتدي نضيف البهارات طبعا، الشمار الاخضر كده زي ما اتفقنا، ممكن تقطعي شمار كمان فريش تضيفيه عليها، نحط شويه شطه صغيرين طبعا، دي من الحاجات الاساسيه. تظبطي الملح بتاعك، معلقتين ملح كده خفيفه، بعد كده الخل، عصير الليمون، ونقلب كده مع بعض. انا شايف احنا بما انك انت خدت لي انا ليله في الطحين زي ما قلت لكم نسبه عاليه من الحديد، بالاضافه لان هي بتحتوي نسبه عاليه من الـ يعني الحمص احنا عملناه نسبه عاليه من البوتاسيوم، وثاني احنا خدتين فيها زبارز برضه نسبه عاليه من البوتاسيوم للناس اللي بتعاني مشاكل العظام. وبرضه احنا بما ان احنا ناخذ السلطه دي الزبادي بيساعدنا على هضم دايما، يعني احنا اخذنا اللحمه هتكون من الحياه الصعبه انه الانسان هضمه بتكون فيها مشاكل بالذات الاكله هو في الفتره المسائيه وطوالي مشاعر النوم، بما اخذنا معاها السلطه دي بس نقلل الكميه بتاعه البهارات للناس دايما اللي بتعاني مشاكل حموضه المعده. لكن بما انه ياخذ السلطه معاها اللي هنا اللحمه بتساعدنا على الهضم. الحياه ثانيه عندنا برضه نسبه عاليه من فيتامين سي الموجوده لنا في الليمون، برضه هو من الحياه المضاده للاكسده، والخل برضه من الحاجات من الفائده فيه وانه من الحياه اللي بتساعدنا دايما على انه يعني زي عندنا نوع من اي انواع الوجبه برضه بتساعدنا على الهضم. والحياه الثانيه بتساعدنا على الاستواء بتاعنا في جميع انواع اللحوم في زمن قياسي، برضه بنستفيد من القيمه الغذائيه بتاعتها وبما نكون خدتيناها فتره طويله ان هي تستوي. ان شاء الله يا دكتوره كده خلصنا. خلاص سلطه الطحينه زي ما شفناها، خل، عصير ليمون، شمار، شطه، ونبتدي نديها طبعا زيت الزيتون معاها. في النهايه ممكن تضيف الداخل وممكن تضيفيها لو انت هتحطيها على الطبق على طول هتقدميه. تمام تمام. نشوف مع بعض كده اهي سلطه الطحينه بالشكل، بتبقى قوامها خفيفه كده. دي ممكن تاخدي منها تضيفي على سلطه الحمص زي ما احنا قلنا، بتسلقي الحمص كويس جدا تبردي عليه في ميه بارده وبعد كده تقلبيه مع سلطه الطحينه، تطلع معاكي قوامها اتقل شويه من سلطه الطحينه. تمام كده. ممكن نجيب بقى الاطباق جنبنا ونغرف يا دكتوره اهلا تاني بعد اذنك. اطباق شهيه النهارده يا دكتوره طبعا، اطباق شهيه بعدين حاجات خفيفه يا شيخ وحاجات سريعه كمان يا دكتوره، يعني لو لاحظتوا ان مفيش فيها اي حاجه صعبه تقطعي البصل بتاعك، تجهزي البطاطس بتاعتك كده، انت عملتي الطاجن. صح. وغير كده يا شيخ زي ما دايما الاطفال تحديدا يعني في الفتره دي ان هم ما بحبوا الطبايخ. يعني دايما بيحبوا الحاجات اللي هي تكون خفيفه، سندوتشات سريع ست البيت مع استعمل لنا طبيخ. ما احنا ما نقول وجبتنا دايما الا تكون هي الطبيخ، لا ممكن تكون وجبات، اهم حاجه تكون فيها البروتين، اي نوع من انواع البروتين سواء انها كانت الموجود لنا في اللحوم او انها في الفول او في العدس، بكل انواع بتاع البروتين او موجوده لنا برضه في جميع انواع البقوليات تحتوي على البروتين. اهم حاجه ثانيه السلطه لازم تكون موجوده، اي نوع من انواع السلطه لازم موجود في الوجبه بتاعتنا. النوع الثالث ان تكون في الفيتامينات متوسلينا في العصائر الطبيعيه الطازجه او في انواع الفواكه، والنشويات اللي متوسلينا في العيش انواع الرز او المكرونه، يعني دي كلها ممكن تكون دي اهم حاجه مكونات حقت الوجبه بتاعتنا، سواء كان طبيخ سواء كان سندويش، لازم تكون متوفره كل المواد الغذائيه دي في الوجبه بتاعتنا. معانا تليفون الاستاذ محمد. الو مرحبا بك. السلام استاذ وديعة. السلام عليكم. كيف اخبارك؟ تمام الحمد لله، الله يبارك فيك. الحمد لله. تفضلي. هاي بشيد بالبرنامج. تسلمي كثير. واحب اسال شيء. تفضلي. يعني الفرق شنو بين ان انا اطبخ في حله مقفوله وحله فاتحه، او طوه مقفوله وطوه فاتحه، الفرق شنو؟
لو انت بتعملي حاجه اكله مثلا زي الشاورما النهارده. ايوه زي الشاورما دي. ليه اشتغلت في الطوة وهي مفتوحه؟ تمام، الطوة مفتوحه ما قفلتها. احنا لو عاوزين الحاجه ناشفه ما يكون فيها ميه او صوص بنخليها أيوة. فاتحه زي كده، شايفه البخار اللي طالع ده هو أيوة. لو انت مغطياه بالغطا بينزل معاك الميه تاني، بيعملها دوره داخل الحله نفسها. ايوه بتكون بلقاها بقت مليانه مويه. ايوه تلاقيها مليانه مويه. انت عاوزاها ناشفه زي كده، شايفه دي ما فيهاش مويه خالص اهي ناشفه. ايوه شايفه البخار اللي طالع ده هو ده البخار أيوة. اللي احنا مش عاوزينه في قلب الحاجه دي نفسها، فاحنا عاوزينها أيوة. تكون ناشفه زي كده شاورما. يعني لو لاحظت ما فيهاش اي ميه، لكن لو انا عاوزها بتعمل صوص او تحافظ على الحاجه اللي نفسها ما تتبخرش ما تنشفش، بنعمل فيها بنغطي الغطا زي ما هو. ده الفرق بس بين الاثنين. تمام الله يخليك. وبرده في طواجن نفس الحكايه. لو ايه؟ طواجن. في الطواجن. في الطواجن احسن ان هي تكون مكشوفه، لان انت بتبقى حاطه لها نسبه الميه المناسبه معاها وتسيبيها تنشف. الطواجن دايما ما بيبقاش فيها صوص كتير، تبقى حاجه بسيطه جدا يعني اللي هو بيطلع أيوة. من الحاجه نفسها، الخضار او اللحمه اللي انت حطاها. تمام الله يخليك. بس معلش الشيف لو ممكن البطاطس الشيبس. البطاطس ايه؟ يعني الليله ولا فيما بعد يعني تورينا الطريقه بتاعت الشيبس يعني. البطاطس الشيبس. طيب بس تكون لحاضر عشان بتاع المحلات هشرحها لحضرتك حالا. حاضر. طيب انت اول حاجه بتجيب البطاطس بتقطعيها أيوة. شرايح رفيعه جدا. بعد كده في طريقتين، ممكن تنزليها في ميه سخنه وتطلعيها بسرعه، وممكن تعملي لها شويه نشا صغيرين مع شويه خل وتنقعيها في الميه لمده ساعتين. بعد كده أيوة. بتطلعيها وتنزلي تنشفيها كويس جدا، بعد كده تعمليها في شويه نشا صغيرين وتنزليها الزيت. دي طريقه ودي طريقه تانية. ممكن تسويها وتنزليها الزيت على طول، وممكن تعمليها بشويه نشا صغيرين مع شويه خل تنقعيهم في الميه اللي انت حاطه فيها البطاطس بعد ما تقطعيها شرايح رفيعه جدا، وتسيبيها بعد ما تطلعيها تسيبيها تصفي وتنشف كويس جدا، بعد كده تنزليها الزيت. تمام. دي طريقتين هم للشيبس. تمام شكرا لكم، كتر خيركم. تسلم تسلم يا ودي، شكرا لك على اتصالك. يا دكتوره احنا دايما بنقول محمد حتى شايفاك زي انت كمان بالكاتشب. بالكاتشب كمان. يعني تشجع اكتر على انهم ياكلوا. طبعا لازم يا دكتوره نشجعهم اكتر. نعمل كده حركه ظريفه صغيره بالكاتشب بتبقى بتشجع الاطفال اكتر على الوجبه بتاعتك. صح بالشكل اللي احنا شايفينه ده. تمام كده كده دكتوره. نحط لها بقى ورده كده ظريفه. تمام النص بالشكل اللي احنا شايفينه ده. نحط لها حبيتين زيتون. اهم حاجه زيتون يا شيف، لان تفيدنا كده من الاوميجا 3. لازم تكون حتى السلطه بتاعتنا بتساوي نسبه عاليه برضو كده من الاوميجا 3، لان احنا هنستخدم زيت الزيتون والزيتون، معناته السلطه متكامله فيها الفيتامينات اللي احنا محتاجين ليها، وفي نفس الوقت فيها كميه بتاعت بروتين. ان شاء الله يا دكتوره. بعد كده اخر حاجه طبعا بنضيف مع بعض زيت الزيتون. تمام مع بعض زيت الزيتون كده. بتمنى انه الناس برضو ما تخاف من زيت الزيتون، تقول فيه وسط السلطه بتاعتنا فيه كميه عاليه من زيت الزيتون. لا زيت الزيتون انا دايما بقول للناس اللي بتعاني من مشاكل القلب، ان عندها مشكله في القلب، هي عندها مشكله في الشرايين، انها تاخذ ملهقه على الريق من زيت الزيتون بيساعدنا على تفتيح الشرايين. كده دكتوره سلطه الطحينه. ممكن بقى زي ما اتفقنا تدخنيها بحته فحم صغيره مع شويه زيت وتقفلي عليها شويه زي 10 دقائق، وبعد كده تطلعيها برده بتبقى طعمها مدخن معاكي، بتتاكل مع السمك واللحوم المشويه. تمام؟ تمام. هنكمل مع بعض ونشوف ازاي هنعمل طبق الشاورما، بس نطلع فاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه، انتظرونا. رجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين، مشينا فاصل ودينا وكنا مع شيف محمد عملين السلطه والشاورما. كوبا شيف محمد ما يحشرين عشان نشوف القيمه الغذائيه للشاورما. شاورما برضو من انواع الاطباق اللي هي بتحتوي على نسبه عاليه من البروتين،
بعدين نسبه الدهون بتاعتها برضو فيها نسبه دهون. يلا نسبه الدهون ان احنا عشان نقدر نخفيفها دايما زي ما قلت لكم نستخدم اللحمه الفيتو مخليه تماما بتكون من كميه الدهون الموجوده فيها. حتى احنا لما نعملها بتكون بكميه بتاع زيت بسيطه جدا عشان نستفيد ان هي تكون كميه الدهون بتاعتها ما كثيره. بالنسبه للسعرات الحراريه الكربوهيدرات الموجود فيها دي باحتمالين على حسب احنا مستخدمينها مع اي نوع من انواع السلطه. الحاجه الثانيه اللي احنا هنستخدمه دي كميه الكربوهيدرات. بالنسبه لكميه الفيتامينات موجوده متمثلين في الخضار اللي احنا خدناه معه عشان ناخد فيتامينات زياده زي ما قلت لكم دايما الفيتامينات نحط خدت في الخضار في النار بيكون بتقلل لنا كميه الفيتامينات. احنا نقوم ناخد معاه كوبايه بتاعه عصير فريش عشان نزيد كميه الفيتامينات. ودايما مع اي نوع من انواع اللحوم احنا بناخد دايما التفاح لانه بيحتوي على البروتين بيساعد لنا دايما على الهضم بتاع البروتين. احنا ما بتكون كميه بتاعه البروتين حقه اللحوم كثير لا عشان تهضم لنا سريع بنستخدم التفاح تحديدا. يا اما ناخد تفاح او ناخد عصير التفاح او ناخد بداله الموز برضه بيحتوي لكن على نسبه قليله اكبر نسبه موجوده لنا في من البروتين في التفاح. بالمناسبة دكتورة يعني شايف حضرتك بكح كتير الشطة بتاعتنا الأزيتك ولا في حاجة تانية؟ لا لا دي الشطة يا شيف الشطة؟ طيب احنا هنا بنجيب بقى طيب شيف تقول لي اعمل لي حاجة عشان انا اقوم انا جايب لك عسل هنا هنعمل لك عسل دلوقتي مع التفاح برضه يا شيف زي ما انت قلت العسل مع الليمون من الحاجات اللي ممكن تكون مفيدة جدا للناس اللي بتعاني زي كده من القحة بس على الريق انها تاخذه او تاخذ الحب السوداء او الكمون الاسود برضه على الريق زي غدتوا هنا زملائنا في الاستوديو كانوا وصوني بيها لكن نجرب احنا ونشوف بكره ان شاء الله كده عملنا مع بعض الحمص. دايما بنحاول نخلي طريقه التقديم طريقه حلوه عشان تكون مشهيه للاكل يعني ما بنصح دايما ان اي حاجه انت بتعمليها ممكن تكون فيها الناس كلها متعوده انها بتاكل مثلا سلطه الطحينه وحمص وحاجات زي دي لكن انت طريقه تقديمك بتخليها ليها احساس وحاجه ثانيه يعني لما بتيجي حد ياكلها بيشتهي الاكله دي ثاني من جديد. تمام تمام هناخد مع بعض هنا يا شيف ان هي لازم تكون كساندويتش او ان هي تكون مع الخبز العربي مقدمه يعني. ممكن يا دكتوره تعمليها كوجبه ممكن تعمليها سندوتشات ممكن تقدميها كده لان الطبق بيكون مكتمل يعني انت بتعملي الحاجه كلها الناس بتاكل السلطه بتاخد معاها مع اللحمه بتكون شكلها حلوه جدا كده تمام بتكون تمام. يعني احنا الوجبه بتاعتنا دي الكميه بتاعت بروتين عاليه جدا للناس اللي هي في مرحله النمو الاطفال تحديدا والناس الرياضيين بتكون نسبه عاليه بتاعت بروتين بروتين يعني في السلطه متمثله في الشاورما احنا عملناها ان شاء الله. شايفين طبق شهي بتاكلي حاجتين مع بعض وفي نفس الوقت زي ما انت قلتي مشهيه جدا بعدين ما بتاخد مننا زمن يا شيف اهم حاجه في اسهل حاجه يا دكتوره بنحاول دايما نعمل لهم الحاجات السريعه الناس بتشتكي دايما من الحاجات اللي هي بتاخد منهم وقت. الحقيقة يعني برضو يعني الناس اللي بتعاني مشاكل المعدة تحديدا الحموضة يعني ما من مع أطباق اللي ممكن هي تكون بتعاني لنا الناس اللي عندهم مشاكل في المعدة إن هي ممكن تعمل لهم مشاكل حموض أو إن هي ما تتهضم لهم ما كمية الدهون بتاعتها ما كثيرة. تمام دكتورة نبتدي بقى ننظف الطبق بتاعنا كده تمام نعمل لها شوية زينة ظريفة طلع عود روزماري لو عندك بالشكل ده كده دونس بقدونس شمار اخضر اي حاجه ممكن تضيفيها عليه بالشكل ده معاهم شريحتين ليمون كده هشوف كل ما نزيد كميه الليمون برضو من اللي بتساعدنا على عمليه الهضم اللحوم تحديدا بتكون برضو من الحاجات اللي مع الوجبه بتاعتنا الليمون كمان يا دكتوره بيدي فتحه للشاي بالذات مع الشاورما بيدي له نكهه خاصه كده حضرتك شايفة اديها بقى كده قدمنا طبق الشاورما ممكن كمان لو انت عندك حمص تضيفي شوية حمص كده صغيرين تكملي بيه الطبق بتاعك اول الناس برضه يا شيفة بتكون بتعاني من الحساسية منه ممكن برضه يعرف ان هو مكوناته كده يا دكتورة نبتدي ناخد بقى الطبق بتاعنا كمان عندنا الطاجن استوى احنا دلوقتي المفروض نعمل مع بعض عصير الموز مع الشوفان هنشوف مع بعض المكونات ونرجع مع بعض مره ثانيه
طلعنا مع بعض دلوقتي كمان طاجن البطاطس اهو يا دكتوره، زي ما احنا شايفين بيبقى طاجن زي المكرونه بالظبط. انت بتعملي عليها الجبنه الموتزاريلا، الجبنه الشيدر، ممكن تعمليه على فكره ساده الناس ما بتحبش الجبن برضو تطلعه بالمنظر ده، بس تضيف له شويه ميه صغيرين عشان يستوي معاها تسويه كويسه، لان طبعا من الجبن بتنزل ماده دهنيه برضو على البطاطس. برضو الشيف ممكن زي ما انت قلت يكون ساده، وبرضو يكون معانا الفراخ، صدور الفراخ مسلوقه او بطاطس مسلوق، ويكون من اي من غير اي نوع من انواع اللحوم برضو ممكن تكون، وتكون هي بالفرن برضو ممكن تكون من الوجبات ممكن تساعدنا على انزال الوزن، لان الفراخ ان هي البطاطس منها تكون في الفرن بتساعدنا برضو ان هي تنزل لنا وزننا، وكان عملناها مسلوقه برضو بتساعد على انزال الوزن. طبعا دكتور النهارده احنا عاملين عصير موز مع الشوفان، في ناس بتحب تشربه مع اللبن وفي ناس بتحب تشربه بميه عاديه، بس احنا بنضيف معاه قطع تفاح عشان نزيد القيمه الغذائيه، وفي نفس الوقت بنضربه بعسل نحل الناس ما بتحبش السكريات. تمام. طيب يا شيف طبعا اتفضل يا دكتور. اتفضل اتفضل. تم باك العسل مع بعض العسل بالشكل ده كده. وبعد كده نضيف مع بعض التفاح. طيب يا شيف العصير بتاعنا بيحتوي على الموز، الموز من انواع الفواكه اللي احنا دايما بنقول ان هي بتهدي الاعصاب، والحاجه الثانيه بيحتوي على نسبه عاليه من الالياف، بيحتوي على نسبه عاليه من البوتاسيوم، يعني الالياف الموجوده فيه هو لعمليه الهضم مفيده جدا، لعمليه اللي احنا اللي عندنا الوجبه بتاعتنا فيها لحم برضه مفيده جدا زي ما قلت لكم. الحاجه الثانيه برضه بيحتوي على البوتاسيوم المفيد لنا جدا لتهدئه الاعصاب، بيحتوي على الكالسيوم. الحياة الثانية التفاح برضه زي ما قلت لكم محتوي على البكتيم ونسبة عالية من الألياف، من الحياة المفيدة جدا، وبرضه بيساعدنا التفاح والتفاح على الريق بيساعدنا دائما على هضم الدهون الموجودة لنا في الجسم. برضه حاختيم فيه الشوفان، الشوفان من أنواع اللي يعني الحياة المفيدة جدا، أول حاجة بتهدئ الأعصاب، الناس اللي دائما بتكون إن هي مضطربة نقول لهم أخذوا الشوفان مع الحليب، الناس اللي بتكون هي مقلقة ممكن نقول لهم أخذوا الشوفان مطبوخ يعني في الشوربة ولا كده. الحياة الثانية يعني الناس اللي برضه بيعانوا من السكري نقول لهم الشوفان بيساعدنا على انزال مستوى السكر. لا لا تفضل، لا لا تفضل. طب هنا زي ما اتفقنا ضفنا مع بعض الموز والتفاح العسل الشوفان ومعلقه ميه زهر او ميه ورد اللي عندك في البيت. تمام. اذا ما متوفره ما مشكله، اذا ما متوفره ما مشكله، اذا ما متوفره ما مشكله. ممكن تقاتل الناس اللي ما بتحبش، هو طعم الموز اساسا فيه طعم مميز يعني قريب من طعم الفانيليا، فانت ممكن ما تحتاجوش عادي يعني. تمام. دكتوره طبعا لو انت ضايفاه مع لبن ممكن تقشري التفاح، لكن لو انت بتحبيه مع ميه ممكن بعد كده تخلي التفاح بيقشر زي ما هو عشان يطلع لك برده شكل حلو جدا. تمام. لانه بيبقى مقرمش برده زي الشوفان. يعني ما هيكون كميته كبيره يعني. والشوفان برده شيء زي ما قلت لكم انه هو بيساعد لنا على انزال مستوى السكر، ليه؟ لانه فيه نسبه بتاعه الالياف اللي فيه يعني بتخلي اول شيء احنا ناكل اي وجبه ما بتهضم لنا من انواع السكريات، بتهضم بصوره بسيطه جدا، وبعد ذلك بقلل لنا امتصاص بيمتص السكريات الموجوده في الجسم بيمتص لنا بصوره بطيئه، عشان كده بقلل لنا نسبه السكريات. ودائما الناس السكر بنوصيهم انه هم ياخذوا الشوفان بالحليب، لكن الشوفان ما بيكون مسكر. الحقيقه ثاني الشوفان برده بيساعدنا على انزال الجسم، الناس اللي حابه ان هي تعمل دايت الشوفان بالحليب او الشوفان بالزبادي بيكون وجبه بتاعه افطار الصباح، لكن من غير اي نوع من انواع السكريات. ممكن نستخدم عسل النحل الطبيعي برده مفيد جدا للجسم. الناس اللي حابه انها تكون عندها يعني دائما زي ما قلت لكم مقلقه بهدي لنا الاعصاب، بيحتوي على فيتامين بي بنسبه عاليه من فيتامين بي، وبرده بيحتوي على نسبه عاليه من الكالسيوم. النسبه الموجوده في الشوفان كوب بتاع شوفان واحد بتعادل لنا النسبه الموجوده لنا في 4 أكواب بتاعه حليب. ان شاء الله دكتور نتمنى تكون حلقه خفيفه على قلوبكم. احنا عملنا مع بعض سلطه الحمص مع الطحينه بالشاورما، وعملنا كمان حطينا معاها شويه عيش مقرمشين كده تعمليهم عليها يبقى طعمها لذيذ جدا، حاجه بتتاكل مع الحمص والشاورما. عملنا كمان طاجن البطاطس مع السجق بالجبنه، طبعا زي ما اتفقنا بيطلع شكلها جميل جدا زي ما احنا شايفين. سلطه الطحينه ممكن تدخنيها ممكن تعمليها بالشكل العادي، وعصير الموز مع الشوفان والتفاح والعسل ده طبعا بيبقى وجبه لوحدها. صح، وجبه دسمه صراحه يا شيف، بوصي بها دايما الناس اذا انت حابه انك تنزل وزنك انها ما تكون بعد وجبه نهائيه، انها تكون هي يعني براها. اذا انت حاب تزيد وزنك تمام ممكن انت تاخذها مع الوجبه مباشره، هي برضه ممكن تكون من اسباب انها تنزل ان شاء الله. دكتور يعني نكون خفاف على قلوبكم النهارده، منيو ظريف خفيف عليكم،
ونتمنى نكون اسعدناكم في برنامج نقاه خاصه، ونتمنى كل طلباتكم نكون مستجيب ليها، ودايما متعودنا في نهايه كل حلقه في امان الله. في امان الله، مع السلامه.